مصر وبين المعارض، لأنه بالشتوى النوع والكم متنوع جدا جدا، وغالبيتهم من الشباب. ماني ضد المو شباب، بس الفكرة أنه هدول بدهم دعم. نحن بظروف صعبة، وهدول ما عندهم إمكانية إلا الدعم لحتى يطوروا نفسهم ويتقدموا ونعمل معهم شيء. ومستمرين بهالموضوع إن كان في حرب ولا ما في حرب، لأنه الثقافة هي أداة حرب. في كم من اللوحات للشباب كانت معمولة منفذة بورشة العمل، وهيدا فخر. يعني لما بقول واحد بورشة العمل بفكر إنه شيء يعني مؤقت أو كذا أو من قريب، لا، طلع أعمال من ورشات العمل فعلا مجهشة، وتقارن بأعمال يعني آخرين عندهم تجارب أكبر. عرفت كيف؟ سببها إنه أولا في انفتاح بورشات العمل، في روح حوارية كتير كبيرة، في شو بدي أقول لك، تبادل آراء، بمعنى إنه يحترم الشاب، مو إنه أقل عمرا ولا تجربة ولا لا، هو إيجوال مثله مثل غيره. ولذلك هالحوار هيدا عم يوسع، عم يطور، عم يشجع يحكي. نحن ما كثير نحكي، ما عندنا الجرأة نحكي لأنه خجولين، ما بعرف إيش الشباب طبعا بقصد. هيدا انحل، وجدت هيدي شافكي. زائد الورشات تحت، يعني مكان كبير كل أنواع الورشات عم نشتغل، وهيدا مشروع وطني مثل ما بقول. بس لابد من أنه الواحد شو بقوله يسمع هيك وهيك، بس نحن ماشيين. معرض كتير كتير مميز، وكتير عمل حضور حلو يعني، وخاصة بهالفترة هي من السنة بصراحة. يعني هي فترة بالعادة بتكون هي فترة نشاط كبيرة، فما يعني كتير هيك حسينا انه البلد شوي قليل نشاط فيها، فهذا عوض كتير يعني بالمشهد التشكيلي السوري. يعني بلاقيه كتير معرض مهم، وفي نخبة من الفنانين الكبار والصغار، شرائح عمرية مختلفة، في تنوع بالتقنيات، في تنوع بالمواد. بالنسبة إلي شاركت بثلاث أعمال، عملان بمادة النحت المباشر على مادة حجر البازلت. أحدهم يمثل لقاء بين امرأتين وبشكل مبسط، وذات الرداء العربي المميز. وعمل آخر يمثل الدريئة، وهو يمثل تحمل الأمة العربية لقاء وأمام هذه الهزات العنيفة، وآمل النصر لنا بإذن الله في نهاية المطاف.